اكتشفنا مجموعه من الصهاريج بلغ عددهم تقريبا 12 صهريج. الصهريج هو مكان لحفظ المياه. عاده الصهاريج بتبقى تحت يعني تحت مستوى سطح الارض. عندنا صهاريج وتعتبر صهاريج مميزه جدا في العصر الروماني وكانت فوق مستوى سطح الارض سب ستراكشر خلاص، اللي هي الصهاريج الموجوده في كوم الدكه ناحيه مصر. اوكي، لكن الصهاريج دي هي عباره عن فتحات بحفظ فيها ايه المياه. بعد كده هنمشي كده اوريكم حاجه برضو في المكان دوت، بقايا لمعبد للإلهة إيزيس وهربقراط، وده تم اكتشافه مؤخرا، بالإضافة لبعض لحاجة اسمها بيسينا شايفينها اللي مكتوب جنبها حوض تطهير خلاص جنب العمود بالظبط. حوض التطهير أو البيسينا دوت برضو في الأماكن المقدسة كان بيبقى في لازم يبقى فيه مكان لعمل اللي هو التطهر. أوكي، بالإضافة للديلي لايف أكتيفيتيز أو الحاجات الحياة اليومية محتاجة أكيد مية خلاص. فقصة البسينة ديت أو المكان دوت كان بيتم إمداده من خلال الصهاريج المنتشرة في المكان كله، وبيستخدم للطقوس اليومية أو الطقوس المختلفة. So we have here in this place, in addition to pump, to the Diocletian pillar and to the Serapeum temple, to the subterranean galleries, we have 12 cisterns discovered in this site. They are usually subterranean places or structures which were used to preserve the water. Okay, and here beside the pillar we can find a piscina, or it was placed or used for purification and the daily life activities of the priests. We also discovered here the ruins, يعني ruins, بقايا ruins of the temple of Isis and Hippocrates in order to complete that rite, عشان يبقى في الترايد مكتمل. عندنا برضو حاجة هنا مميزة شوية يا شباب اهو. اوكي، ومقياس النيل هو عبارة عن مبنى اهو المبنى. اوكي، لقياس مستوى المياه. ناس كتير قوي بقى اتكلمت هو ازاي في مبنى عالي واكروبوليس ويبقى فيه نايلومتر، صح؟ خلاص؟ لكن الحقيقة احنا شفنا النايلومترز موجودة في معابد في الواحات. معابد في الواحات اللي هو ابعد ما يكون عن نهر النيل. فاختلف العلماء في النقطة ديت، ورجح معظمهم ان النايلومتر في كتير من الاحيان كان بيبقى ملحق في المعابد، وخصوصا المعابد اللي بعيدة عن اماكن نهر النيل، ان هي كانت سيمبوليك رمزية اكتر من ان هي كانت بتستخدم فعليا لقياس نهر النيل. اوكي، so we have here a nilometer or ruins of a nilometer. As we know that the nilometer was annexed or attached to the precinct of different Egyptian temples. Okay, and we can find it in the temple of Kumumbu, for example. We have a nilometer. We have it on the island of Elephantine. We have different nilometers in the Egyptian temples. In some cases, the nilometer was found very far away from the Nile rivers, such as the Egyptian temples in the Western Oasis. So the scholars supposed that the nilometer could be used as a symbolic building rather than really functioning as a nilometer. Okay? لغاية كده مفهوم؟ تمام تمام؟